السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم الأستاذة إيمان محمد يوسف. أنا من مصر، مدرسة وفي نفس الوقت مدرب. هدفي الوحيد هو توصيل كل ما هو جديد في المعرفة إلى أقصى حد بعيد في محافظتي والمجتمع الذي أعيش فيه، ثم بإذن الله بحاول توصيل العديد هذه المعرفة لعديد من المدارس على أقصى أو أبعد الحدود. فطبعا رحت زيارة العديد من مدارس رياض أطفال ابتدائي، مراحل إعدادية، مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة في مراحل ثانوية، وبدرس طبعا درست مرحلة إعدادي ومرحلة ثانوي بغرض حدوث تغيير في المعرفة واستتباب ما هو جديد. الهدف الوحيد زي ما أنا قلت توصيل كل ما هو جديد في المعرفة لأقصى حدود. إيه هو الجديد؟ طبعا إن أنا بنعلم بقدر الإمكان مهارات القرن 21، طبعا من التواصل، communication collaboration، طبعا هنا use the best of technology. ايضا بنستخدم اللي هو ازاي الطلبة بتحاول بناء المعارف construct of knowledge. كمان بنحاول مع بعض نشجع الطلبة to be creative and innovative، طبعا solve a problem، وكمان يستخدموا critical thinking in solving a problem. هنا طبعا العديد من التكنولوجيا بنحاول نطور طلبتنا في مجتمعي، بنحاول استخدام البرمجيات خصوصا زي تعليم مثلا ميكود، بعلم الطلبة، بحاول استخدام التفكير الناطق to be innovative، يعني مبتكرين باستخدام coding in learning اللي هي استخدام البرمجة في التعلم زي الماينكرافت. طبعا استخدام الاوفيس 365، التعلم على ابعد ما يكون في الحدود. زرت العديد كما قلت في كثير من المدارس على بعد اميال لكي نتعلم ونعلم طلبتنا بقدر الامكان. طبعا ده حاجة جميلة جدا بحيث أنا بلاقي استجابة لعديد من الطلبة في الحدود البعيدة والقرى والمراكز. طبعا وكمان كده في المدارس، الستيم، في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة، مدارس رياض الأطفال. بحاول بقدر الإمكان طبعا نحاول تشجيع التواصل بين المدارس دي وبين الطلبة، سواء عن طريق التواصل بين المدارس أو أونلاين أو المشاركة عبر طبعا المواقع الاجتماعية، الإيميلات، طبعا عن طريق اللي هو الفيديو كونفرنس. كل ده مشوار كبير بنحاول بقدر الإمكان توصيل المعرفة لأبعد الحدود. اشتركت ايضا على المستوى المحلي والاقليمي في العديد من المسابقات، والحمد لله كان لي طبعا مكانة طيبة حققتها في تحقيق طبعا مكانة طيبة، سواء كان في الجانب العلمي او المعرفي. زي مثلا اشتركت في مسابقة هنا التسامح، اشتركت في مسابقات اللي هي انشاء بروجيكتس مشروعات تعليمية وتم الفوز فيها، اشتركت ايضا في مسابقة الماينكرافت، ولا زلت اواصل بقدر الامكان وقدرة من الله سبحانه وتعالى في اعطاء المزيد والمزيد من المعرفة. طيب ان شاء الله قبل نهاية العرض بنشوف عدد كبير من الادوار التي قمت بها في تشجيع الطلبة على ابتكار بروجكت مشروعات تعليمية ابتكارية، وطبعا نشرها عبر مواقعهم الخاصة بحيث بنمو المعرفة، بيساعد الطلبة على التواصل في إنشاء حلول للبيئة التي تحيط بنا، سواء حماية البيئة من التلوث أو إنشاء مشروعات برمجية أو إيجاد حلول في أي مشاكل داخل المدرسة والبيئة المحيطة بهم. أحيي كل القائمين على جائزة الفارقي
جائزة الشيخ سلطان ابن نهيان بالإمارات الشقيقة، وكل القائمين بها على هذه الأفكار الطيبة والمساهمين. وشكرا لك أستاذ إيمان محمد يوسف من مصر. يديني معلومات عنها. انت صور صور. اوكي؟ عايزة حاجة تانية؟ وعالية؟ عملنا يعني حطوا في الجهاز؟ عادي لو عملنا الأدوار شوية كمان في جهاز غيره. يعني حطوا في الجهاز، حطوا في الجهاز يلا. فدي المكافحة الحيوية اللي بنحط فيها استرايك وجراما، اللي تعتبر عدو طبيعي